بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ان شاء الله مع الدرس ال 12 من سلسله الديناميك اكشن، ومع ايفنت مهم جدا اللي هو اسمه جايه للكلوز. دي الصفحه بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين عليها، وده الايتم اللي هو لما بيتغير بيغير محتوى او بيفلتر الريبورت. انا عملت صفحه فورما موديل زي دي كده، تمام، وربطتها بالجدول بتاعي. ده بيانات ريبورت الموظفين وده جدول الموظفين. طيب انت المفترض لو انت غيرت اي حاجه هنا زي مثلا السالري اللي هو 3000، احنا في الريكورد ده، تمام، السالري بتاعه 3000 خليته 2000، عملت ابلاي تشينج، هل اتغيرت؟ هي اتغيرت، بس الريجن ده لسه ما اتعملوش ريفريش. لو انت رحت لاي اداره ثانيه كده، رجعت ثاني الاداره بتاعتنا، الدنيا اتغيرت اهي. بس انا مش عايز كده، انا عايزه وانا بقفل الديالوج اعمل ريفريش. هي دي الفكره. فالايفنت بتاعنا هنا عشان يبقى مفهوم قوي، انا هعمل هنا عندي حاجة اسمها دايلوج كلوز، أقدر أعملها من هنا على طول. لما بعمل كريت دايناميك أكشن، الإيفنت ده اسمه دايلوج كلوز. معناها إيه؟ معناها لما يتقفل دايلوج على الصفحة، على الصفحة دي، معناها إن كان في بوب على الصفحة دي، أنت قفلته، عايز تعمل إيه بقى؟ تمام؟ فهنا بيقول لك دايلوج كلوز. الدايلوج ده جاي منين؟ خد بالك، جاي منين؟ يعني مين في الصفحة المسؤول على فتحة الدايلوج دي؟ إحنا عندنا هنا اللي هيفتح الدايلوج ده هو الريبورت أو الريجون ده، تمام؟ فانا هقول له والله هو جاي من ريجون، الريجون اللي هو امبلوي ريبورت. يبقى في ديالوج هيتفتح من هنا، لما يتقفل هتعمل ايه؟ تعالى نقول له لما تتقفل والله معلش اعمل لي ريفريش للريجون الامبلوي ريبورت. خد بالك هو كان فاهمها ان انت طبيعي ان انت بعد ما تعمل ديالوج تعمل ريفريش، فكان موقفلك على كده. تعالى نكتب كده افتر كلوز ده. تعالوا نجرب. تمام، انا في جدول في اداره الريسيرش اهو، تمام، وتعالى نغير حاجتين. اولا هغير السالري وهغير الاداره للموظف اللي هو 7200 ده، تمام. انا قلت له والله خلي مرتبه 1000 وخلي ادارته 10. هعمل ابلاي تشينج. خدت بالك؟ اولا هو اختفى من هنا لانه ما عادش تبع الاداره دي، وثانيا مرتبه اتغير. فلو رحت للاداره 10 بقى موجود هنا اهو، تمام، وبقت ادارته رقم 10. ايه اللي حصل؟ ان هو بعد ما قفل الديالوج، لو رجعناه تاني وخليناه مثلا خلينا نغير مرتب بس المره دي خليه 2000، يعمل ابلاي تشينج، المرتب اتغير. بعد ما قفل الديالوج اللي مفتوح على الصفحه دي واتفتح من الريجون ده، بيعمل ريفرش للريجون ده. طبعا بيعمل ريفرش اي ريجون، بس احنا هنا عملناه بيعمل ريفرش للريجون ده. وضحت؟ مهم جدا الايفنت ده، لان في ناس كتير مش واخده بالها منه. تمام؟ تمام. يا رب يكون الدرس واضح وبسيط، والجزئيه دي تكون واضحه بالنسبه لكم، وهاكد عليها تاني ان انت معناها، معنى دايلوج كلوز معناها ان لما يتقفل دايلوج كان مفتوح على الصفحه دي هتعمل ايه بعدها. ومهم جدا ان انت تبقى فاهم ان السلكشن تايب معناها مين الايتم او الكومبوننت المسؤوله عن فتحه الديالوج على الصفحه بتاعتي. تمام؟ ويا رب يكون الدرس واضح وبسيط، ونتقابل ان شاء الله في دروس قادمه ان شاء الله. وكده يبقى احنا خلصنا جزئيه الايفنت الخاصه بالفريم ورك. خدنا افتر ريفريش، خدنا بيفور ريفريش، خدنا بيفور بيسبمت، وخدنا كمان ديالوج كلوز. ونتقابل ان شاء الله في دروس قادمه.